عيني السلام عليكم، شلونكم، اخباركم؟ ان شاء الله كلكم صحه وعافيه وراحه بال. اول شيء نصلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. وبعدها نشرب قهوتنا ونكمل باقي الروتين. وطبعا اكيد اليوم ظهرت لكم بالفيديو، والفيديو اليوم بنصائح كلش مهمة وان شاء الله راح تستفادون من عدها ابد. لا تروحون بعيد وشاهدوا الفيديو للاخير. وهسه يا بنات انا جمعت لي 10,000 دينار، فابونا الصبح ما عنده صرف يخلي للولد للمدارس، فقال لي انطيني هاي 10,000 وراح انطيك 10,000 يعني ابرازها، فراح انطيه هاي 10,000 هنا أنا، وانطاني هاي 10,000 راح اخليها هنا. فاذا تشوفون مرات عندي 10,000 فاني اكيد جامعتها وابونا يعني مصرفها يمي. فعادي لان خطيه ما عنده الصبح للولد، فاني اخذت مكانها 10,000. هواية بنات يقولون راتبنا ما يكفينا، مصرفنا ما يكفينا، مدى نعرف شلون نقسمه، شلون ندبر أمورنا، نوبات تطلع لنا شغلات يعني لا على البال لا على الخاطر. فأني اليوم حابة أنصحكم بهواية أمور. أول شيء الصدقة بنات، الصدقة كلش مهمة. يعني من تستلمين راتبك، من تستلمون مثلا اليومية مالتكم، لازم تطلعون من عندها صدقة، ولو بالشهر مرة، بالأسبوع مرة، حتى لو 1,000 دينار. ما عندك يعني الحصة الغذائية موجودة تقدرين، أكو شغلات واحد يعني ما يحتاجها، التمن هواية متوفر، العدس، يعني هاي البقوليات واحد يقدر يعطيها صدقة. يعني الناس أيتام أو حالتهم كلش تعبانة، ما عندها مثلا، أكو هواية نسوان أرامل وما عندهم معين، فواحد يتصدق بهاي الصدقة. طبعا هاي بنات كلش زينة، وأقول من تطيها تطيها من قلبك، مو تطيها مجرد يلا صدقة وهاي هي، لا، من قلبك تطيها، حتى رب العالمين يدفع عنكم البلاء ويحفظ عائلتك وبيتك ويحفظكم ويبعد عنكم الأمراض. فكل زينة بنات هاي الصدقة، قلت لكم حتى لو بالشهر مرة واحد ينطي الصدقة. ثاني شيء كلش مهم تقسيم الراتب أو الميزانية مالتكم، حتى إذا ميزانيتكم أسبوعية شهرية يومية، أنتوا لازم تقسمون الراتب مالتكم أو الفلوس اللي تجيكم، لأن أكو ناس عندها أجارات، أكو ناس عندها سلف، أكو ناس مطلوب. فلازم أول ما تستلمين الراتب تقسمي، لأن هسه هم وقت مدارس، هم أكيد يعني مصاريف المدارس وأكو مصاريف الكليات، هاي كلها لازم تعزليها أول ما تستلمين الفلوس أو الراتب مالتكم، تطلعيها على صفحة. الباقي أكيد أنتوا راح تخلوه مصرف البيتكم، والمصرف دائما والميزانية، أنا دائما أشجعكم على الميزانية 10 أيام كل زيانة، أحسن من الميزانية الأسبوعية، لأن الشهر هو 30 يوم، فتقسموه على 10 10 10 كل زيانة، فتاخذين المصرف أكيد تعزليه على صفحة، وتطلعون كم مبلغ يعني كلش بسيط تخلوه جوا ايديكم للحالات الطارئة، يوم واحد مريض، يوم واجب، يوم واحد مثلا اجا خطار على غفلة، فلازم اكو مصرف يعني جوا ايديك ضامته على صفحة، حتى لو 50,000 اخليهن على صفحة. او اذا ما تقدرين وتقولين هو الراتب مالتنا محدود وما اقدر اطلع هاي 50، انت من المصرف مال البيت، يعني من اروح للسوق اشتري الشغلات اللي انا محتاجتها، واكيد اول شيء لازم واحد يكتبهن بورقه وقلم وتروحين للسوق. انا دائما يعني انصحكم بهذا الشيء، وانتم تحبون اذكركم بهاي الشغلات، فتكتبيها بورقه وقلم وتروحين تجيبين بس الشغلات اللي محتاجتها، من ترجعين شنو عندك في الزايد 1,000 2,000 5 10، هاي ضميها على صفحه. فانت كل ما تروحين كل 10 ايام من تروحين للسوق طلعي فد مبلغ حلو، حتى لو 5,000 أضمها جوا أيدي أخليها للحالات الطارئة، فهيجي أنتوا راح يعني ميزانيتكم ما تتخربط، وراح ترتاحون وما راح يعني تحسون بأن أنتوا متضايقين أو مطلوبين أو متداينين من أحد. فهاي أحسن
شيء تسووه، وما راح تحسين انت فلوسك طايره. هي مو الفلوس طايره، لا، بينما انت ما تعرفين شلون تقسمين الميزانيه مال بيتك، لان كل شيء اذا بالتقسيم فهو راح يصير بي بركه، مو مثل ما واحد يروح يشتري اشكال الوان وما تحسين ان نص الشهر انت مخلصه كل الراتب وانت مطلوبه. فهذا الشيء سووه ودائما اعتمدوا عليه، لان بنات كل شيء بالتنظيم وبالتقسيم راح يفرق عندكم، يعني مو شيء اجيبه او يعني بدون تقسيم وبدون ادراك، مجرد اني راتب استلمته وخلص يعني اخليه جوا ايدي وما اقسم، لا، هذا الشيء كلش غلط. لازم كل شيء يتقسم حتى تعرفين مثل ما نقول انت شنو راح تصرفين وشنو المحتاجته للبيت او المحتاجته للسلفة، محتاجته للايجار، هاي لازم كلها احنا نحسب لها حساب اول ما نستلم الراتب. فقسموا بهذا التقسيم وان شاء الله انتم راح تستفادون. وبعد ما خلصنا التنظيفات والتعديلات مالتنا، هسه عندي طلعة، فراح اخذكم وياي بهاي الطلعة، يعني مشوار بسيط، فحبيت اليوم هيك اظهر لكم. قولوا محمودي منوره، قولوا لا تخجلوني، قولوا منوره، حتى لو تقولون الجنطه منوره هم ما يخالف، عادي اقبل. فهسه شنو بنات، تعالوا وياي خلنا نطلع. وهسه جايه اشتري موبايل، تعالوا وياي. فهسه جايه اختار لي موبايل، قولوا لي اني وصلت لهنا تقول لي شنو راح اشتري يا نوعية. وهنا أنا ادور على الكفر، هاي انواع الكفرات. بس ذاك عنده الكفرات احلى، هذا مو حلو الكفرات اللي عنده. خليته هذا. وهسه جبت الموبايل، هسه راح اشوفه لكم. يلا، طبعا اكيد راح استعين بصديق اللي هو حمودي. يلا ماما، حياك الله. هذا الموبايل اشتريت ايفون 15، هذا الشكل. هسه راح افتحه وياكم. هسه راح نشيل اللزقة مالته حتى نفتحها. هذا الشكل اخذته، هذا اللون مالته يسموه تيتانيوم، طبعا لونه كلش حلو عجبني. اكو اللون الابيض واكو اللون الاسود، بس انا عجبني يعني من البداية هذا اللون، وهو هم نصحنا بيه، فكلش حلو هذا اللون. يلا هسه شيل هاي اللاصق اللي عليه، هذا شكله الحلو. طبعا انا عندي موبايل، بس شنو، ابونا الموبايل ما تعطل، فراد يشتري موبايل، وهو ما يحب اصلا الايفون، واني طبعا احب الايفون لان على مود التصوير مالته يكون كلش حلو. فقلت له راح انطيك الموبايل مالتي واني راح اخذ الايفون، فاخذت هذا الايفون. فالتصوير اكيد راح يصير حلو لان الكاميرا مالته كلش حلوه واضحه. واخذت هذا الكفر نفس اللون مال الموبايل، اكو كان لون اسود، يعني هذا الاطار لون اسود، بس ما بي هاي، شوفوا هاي ثاني، عجبتني هاي، انا اخذتها على مود هاي النقشه مالته، وبي يعني هذا الشذر وهاي الشغلات كلش حلو ان شاء الله. ماما هسه هنا راح يعني اعربه، وهاي البطاقه مال الاي كلود ما ادري شو يسموها، ما اعرف الهاني هم راح يسووا لي اياها. بعد التصوير كله راح يصير بهذا الايفون، فاكيد راح يتغير عليكم يعني الدقه وهاي الشغلات كلها راح تتغير ان شاء الله.
حتى يصير الفيديو أوضح وأحلى.